لو قعدت قدام رحت عند اصحابي عند قرايبي، سافرت بره مصر، كل جوه مصر قعدت رحت كل لسه بيئه 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 بيئه، الجامعه بيئه، المدرسه بيئه. فالعلماء بيقولوا لازم هتاثر وتتاثر. المهم فبدات اسال ايوه بقى الهويه الشخصيه دي يعني ايه بالاخر كده. فقالوا ببساطه الهويه الشخصيه بتساوي انك تشوف نفسك من جوه وتذاكر نفسك وتبدا تبنيها. السؤال مين فينا يشتغل مع نفسه فكره البنى؟ يعني انت درست ابتدائي فين؟ في المدرسه اللي جنب البيت. واعدادي اقرب حاجه عشان خاطر المواصلات، وثانوي حسب المجموع، وجامعه حسب التنسيق. وبعد الجامعه هتشتغل فين؟ اللي هلاقيه قدامي. ولما اشتغلت ناوي على ايه؟ لما اشوف هتبقى شركة كويسة ولا لا، ولا اصدقاء العمل لطاف ولا مش لطاف. طب بعد الشغل هتتجوزي مين؟ اللي يتقدم لي. طب بعد ما اتجوزت هتعملي معاه ايه؟ مش عارف ايه. طب ويحصل ايه؟ فكتير مننا للاسف بيبقى عايش فكرة الداي تو داي جوب، الداي تو داي تاسك، اللي هو بكرة يبقى لما يجي بكرة، بكرة لما يجي بكرة، بكرة لما يجي بكرة. لما عمرو اديب سأل محمد صلاح قال له انت كسرت كل الارقام، انت حملت مش عارف ايه، هو ينفع يبقى عندنا محمد صلاح تاني؟ قال له السؤال ده سؤال فقير قوي. السؤال الصح هو هينفع يبقى عندنا احسن من محمد صلاح؟ فقال له ازاي؟ قال له في حد يبقى احسن مني؟ قال له مين؟ قال له حد يقدر يحلم اكتر مني، يقدر يشوف اكتر مني. مجرد انه هيشوف اكتر مني وهيؤمن بنفسه ايمان بجد هينفع يكون، بس في مجاله مش شرط محمد صلاح في الكوره، يعني محمد صلاح في الرسم في الفن في اي حاجه. طيب معنى كده ايه؟ معنى كده كنت طالع من المطار اول امبارح فراكب مع اوبر بيوصلني بيتي، فالمسافه طويله فبندردش. فقال انا في اخر سنه في تجاره عين شمس، اهلا بيك وبتاع وبتعرف على بعض. فانا راجل بتاع هويه شخصيه يعني بعمل سكان البروفايل من اول 5 ثواني بس. فقلت اتكلم معاه عن اهميه الوقت وازاي يطور من نفسه. فقلت له انت عارف الدنيا دي عايزه مننا ايه؟ عايزه مننا حاجه واحده بس، ان هي تسحب العمر من تحت رجلينا. قلت له بس مش هتسحب العمر من تحت رجلينا فجاه ولا بصدام، الدنيا ذكيه من شدة خبثها ذكية. يعني ذكية مش تقول لك انا جاي اسحب عمرك، امال ايه؟ تحط لك شويه فيروسات كده بس في اللذيذ. اول فيروس انا قلت له اول فيروس، انا بصيت لي كده قلت له لا ركز في الطريق. اول فيروس ان هي تحسسك ان انت جامد التنين، جامد ما حصلتش، جامد هايل، مفيش اذكى مني، مفيش اشطر مني، انا اشطر بس هي شويه ظروف بس، انا اذكى بس انا لو عايز ابقى ذكي، انا لو عايز انجح انجح، انا لو عايز اوصل اوصل. عارفين الفيروس ده بيعمل ايه؟ بيخليك توقف انك تتعلم زياده او انك تطور من نفسك. طيب فيروس تاني التسويف، اللي بيخلص النهارده يخلص بكره، واللي بيخلص بكره يخلص بعده، ويعني لو ما خلصش ايه المشكله يعني؟ بيت الاول على العالم، بيت الاول على السبع قارات، ماذا بعد؟ صح؟ غنيت ما غنيتش، شهره ما اتشهرتش، صح؟ نبدا نحط الحاجات دي جوا. اكيد محمد صلاح ما فكرش كده، صح؟ اكيد الناس الناجحه ما فكرتش كده، صح؟ وتقعد الدنيا لغايه لما ايه اللي يحصل بقى؟ شفتوا في ماتش الكوره المدافع بيعمل ايه؟ يقعد يعمل كده المهاجم وراه، صح؟ يقعد يعمل كده ويحدق على كرة لغايه لما الكرة تطلع فين؟ اوت، تطلع بره، صح؟ بعد ما تطلع اوت خلاص انا مش محتاج الكلام ده كله في حاجه. طلعت الكرة اوت انا مش محتاج
لا اللاعب لا المهاجم يلزمني ولا الكرة تلزمني ولا الملعب يلزمني ولا الماتش كله يلزمني. انا خلاص انا عملت المهمة بتاعتي والكرة اللي حصل طلعت اوت. الدنيا عايز تبقى كده، عايز وصلنا للكونسبت ده اللي هو ايه، تقعد محلها لحد لغايه لما عمرك ينتهي. اول ما عمرك ينتهي بص انا عملت الوظيفه المطلوبه مني. طيب معنى كده ايه؟ معنى كده الموضوع اللي جايين نتكلم فيه النهارده هو تعامل مع نفسك معامله المشروع. حضرتك مشروع، هوية يعني ايه؟ نبدأ بقى. انت مين؟ رؤيتك ايه؟ رسالتك ايه؟ اهدافك ايه؟ ادواتك ايه؟ خطتك في الحياة ايه؟ خريطتك في الحياة ايه؟ وهنكمل شوية حاجات تانية، بس السبعة دول اهم سبعة لازم النهاردة تكتبوهم. علمونا وصية الموت صح؟ كتبت وصيه الموت، وصيه الموت، وصيه الموت، وصيه الانسان صالح، اكتب وصيه الموت، اكتب وصيه الموت. وما علموناش وصيه الحياه. فين وصيه الحياه؟ فين وثيقه الحياه؟ طيب مفيش انسان ناجح مش مظبط السبع دوائر اللي قلنا عليهم من شويه. نبدا باول دايره، انت مين؟ مره بقول السؤال ده، من انت؟ ف رد واحد قال انا احمد. قلت له ما سالتكش اسمك ايه؟ انت مين؟ قال لي مصري. ما قلتلكش جنسيتك ايه؟ انت مين؟ مسلم. ما سالتكش ديانتك ايه؟ انت مين؟ كاتب. ما سالتكش هوايتك ايه؟ انت مين؟ محاسب. ما سالتكش وظيفتك ايه؟ انت مين؟ انثى. ما سالتكش نوعك ايه؟ انت مين؟ بيساوي سؤال في العمق، يعني انت قيمتك ايه؟ القيمه بتاعتك ايه؟ فالعرب قديما بتقول كلمه جميله قوي، تقول قيمه المرء فيما يحسنه، قل لي ماذا تحسن اقول لك من انت. تحسن، الاحسان حاجه كده مع الجوده مع المعايير، تمام الإتقان، الإحسان تمام الإتقان. قل لي حاجة أو حاجتين أو ثلاثة أو خمسة أنت متقنها، حضرتك بتعمليها على وجه الإتقان. أنا بحب اللغة العربية، طب كلميني كده باللغة العربية. طب تعرفي قرأت إيه باللغة العربية؟ طب درست إيه باللغة العربية؟ خدت شهادات إيه باللغة العربية؟ لا لا أنا بحب اللغة العربية، أنا بحب الرسم. أيوة وصلت لإيه؟ عملت إيه؟ في مستوى الإتقان في حاجة منها. أنا بسوق عربية، إيه مستوى الإتقان في قيادة العربية؟ أنا طالبة في الكلية، إيه مستوى الإتقان في طلب العلم؟ أنا قارئة جيدة، أنا فويس أوفر، أنا متحدثة لبقة، أنا بفكر أكون سيدة أعمال، أنا واخد دورات في ريادة الأعمال، أنا أي هي إيه مستوى الإتقان في كل نقطة من النقط؟ أنا عمال أنخور معاكم زي ما بيقولوا كده، بناء شخصيتك، بناء ذاتك. لأن إحنا لو ما بناش لو ما بنيناش نفسنا كهوية شخصية، عارفين البديل إيه؟ هنبقى شخصية مشوهة. يعني إيه مشوهة؟ أبقى فرحانة بنفسي الصبح ومكتئبة بالليل. أنا قاعدة في وسط أصحابي عمالين يتكلموا، أنا جبت اللبس ده منين؟ وأحسن ميك اب آرتست مين؟ وفلتر السناب شات ومش عارف. وبالليل بقيت لوحدي انا مكتئب. او العكس، انا الصبح بذاكر وشاطره واه بس ما عنديش سوشيال اكتيفيتيز. فلازم يبقى البناء متكامل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. طب اذا لو سالتك انت مين، اول حاجه تروح في بالك ايه؟ انا عايز خمس حاجات، عشر حاجات انا بعملها على وجه الاتقان، عشان لما اقدم نفسي هادي نفسي من خلال الحاجات اللي انا بعملها اللي انا بتقنها. طيب قالوا ايه بقى؟ قالوا علشان تعرف انت مين، في تمرين بسيط جدا هنعمله مع بعض، بس التمرين ده محتاج هدوء وصبر. ادي نفسك وقت. التمرين ده يتعمل في اسبوع، يتعمل في شهر،
يخلص في شهرين، يخلص زي ما يخلص، خد وقتك. كنت مره بقول التمرين ده في احد الاماكن، شركه قابضه في السعوديه كان دي 70 موظف، فبقول لهم كل واحد فيكم في ادارته لو قلت له اديني الورق بتاع الاداره يطلع لي دراسه الاداره او الكيان او القسم قبل كده، طب كلمني بقى عن دراستك لشخصك يطلع لي 3-4 ورقات. احنا كمشروع كبني ادمين المفروض يبقى عمق الدراسة أعلى من عمق أي مشروع آخر. مين اللي عمل أحسن مشروع عملي؟ بني آدم. مين اللي عمل أحسن مشروع تكنولوجي؟ بني آدم. إذا البني آدم هو أحسن مشروع. لما هو اللي عمل المعماري والتكنولوجي يبقى هو أحسن مشروع، صح ولا لا؟ إيه التمرين ده ببساطة شديدة؟ التمرين ده هو اسمه كلوز أند فيت إكسرسايز، تمرين الأسباب وتأثيراتها، كان سميه بالبلدي تمرين المناية. يعني ايه البدايه؟ عايز تعرف انت مين بجد؟ اشتغل على التمرين ده. التمرين ده هتجيب 3 ورقات. الورقه الاولى تكتب فيها الافعال، عناوين دون تفاصيل. يعني بروح الجامعه، بسوق العربيه، بقابل صحابي، بصلي، بس عناوين، بس عناوين. ما تقوليش بروح الجامعه كام يوم، ما تقوليش بصلي كام فرض، لا بس عناوين. الورقه الثانيه ايه الاخطاء اللي انا بعملها في كل فعل من الافعال؟ يعني مثلا الورقه الاولى كاتبين ايه؟ اقود السياره مثلا. يعني الورقه الثانيه اكتبي بقى الاخطاء اللي انت بتعملها وانت بتسوق العربيه. تطلع ايه مثلا؟ تقول لي والله اتجاوز السرعه، لا اترك مسافه امنه، انتقل من مسار لمسار بدون اشاره. اكتب الاخطاء اللي بتقع فيها. حد يقول لي ايه؟ يقول لي بس انا ما كنت اعرف ان الخطا خطا ما كنتش عملته. عارفين الخطا خطا وبنعمله بقى. السؤال ايه تعريف الخطا؟ ما هو تعريف الخطا؟ الخطا بيساوي مقدار المسافه بين ما نحن عليه وما يجب ان نكون عليه. يعني انا بتجاوز السرعه ده وضع الحال. طب المفروض اكون فين بقى؟ واحد يقول لي طب انا هعرف ازاي ما يجب ان اكون عليه؟ العلم في حاجه اسمها دليل ارشادي لقياده السياره، فيها اسمها قوانين المرور الى اخره. طيب فمثلا انت كتبت في الورقه الثانيه مجموعه اخطاء منها انك بتتجاوز السرعه. الورقه الثالثه مفاجاه. الورقه الثالثه هي ايه؟ علماء النفس بيقولوا لا يوجد خطا بلا اثر. اي غلطه بنعملها في حياتنا مش بتبدا وبتنتهي كانها ما جاتش. اي غلطه بنعملها في حياتنا بتسيب جوانا اثر. طيب خطا التسرع بيسيب خطا، خطا السرعه، خطا اسمه تجاوز السرعه بيسيب اثر اسمه ايه؟ التسرع. فتكرار الخطا بتاع تجاوز السرعه خلاني شخص متسرع. انت متسرع في حاجات كتير، متسرع في قرارات، متسرع متسرع بسبب ان انا عندي مجموعه اخطاء في حياتي لها علاقه بالسرعه. شفتوا بقى لما تبص على نفسكم من الداخل، تشوف نفسنا من الداخل، هتكتشف حاجات عجيبه. في رجل اعمال بليونير باكستاني امريكي اسمه اشرف حبيب الله، هو مؤسس قسم العماره الحديث في جامعه كالبولي في امريكا. هبعت لكم على واتساب. هو دايما كينوت سبيكر في حفل التخرج. فقبل كورونا بسنه 2019 اخر سبيتش قاله، واعتقد السنه دي بقى هيبدا السبيتش بتاعته الجديده. ده ايقونه، هو اللي بنى برج خليفه في دبي وبنى 192 ناطحه سحاب حول العالم. فهو بيتكلم ان القياده اللي عايز يبقى قائد لازم يدرس حاجه اسمها هيومن كيمستري، هيومن سايكولوجي، هيومن انجينيرنج. هيومن كيمستري، هيومن سايكولوجي، هيومن انجينيرنج. ليه؟ علشان لما تعرف كيميائية النفس البشرية وهندسة النفس البشرية ونفسية السايكولوجي بتاعت الهيومانيتي البشرية، تعرف ازاي تطور من نفسك وتؤدي اداء جيد. حتى كلمة جميلة قوي قال: وروعة القيادة ان يفعل الناس شيء انت تريده دون ان تخبرهم به الى اخره. وحتى كلمة جميلة قوي قال: متى يحبنا الناس؟ انت الناس تحبك
فقال حاجة جميلة قوي، قال لي سبب واحد بس الناس ممكن تحبنا، حب صادق عند حب اي حد بقى، زميلة مع زميلتها، واحدة مع خطيبها، مع جوزها، مع معلمها، مع امتى يحبنا الناس حب صادق؟ في سبب واحد بس، عندما يرى الناس مستقبلهم في صورة افضل ونحن فيه. تاني، عندما يرى الناس مستقبلهم، يعني انا امتى اكون، امتى سيف يتأكد ان انا بحبه حب صادق؟ لما سيف يتخيل مستقبله، ايه ده، ده لو احمد في مستقبلي هيبقى افضل، ساعتها يحبني حب بجد ويبدأ يتواصل معايا بقى الى إيه. نرجع تاني كلمة من انت دي، الاكسرسايز ده محتاج مننا شغل، محتاج مننا ايمان. مرة كنت بسأل، كنت مع 320 معلم ومعلمة في سلسلة مدارس انترناشونال هنا في مصر الجديدة الشهر اللي فات، فمالك المدارس قال لي عايزين محاضرة اللغة الشخصية دي، لأن المعلمين والمعلمات بيقابلوا الطلبة وبيقابلوا الفلازم. فلما لقيتهم متابعين جدا جدا، أنا كان جوايا استغراب، يعني طب أنت معلم فلازم الحاجات دي برضه تبقى أنت إيه عارفها مسبقا يعني. فسألتهم سؤال، هل كل واحد فينا مقدر في عين نفسه لدرجة إنه لازم يشتغل على نفسه من هو ويبنيها؟ مين الشخص اللي الكلام اللي بيقوله ده يا عم فكك ده اشتغل على نفسي ما بتاع، هو نوع واحد بس من البشر اللي هو نفسه في عين نفسه غير مقدر؟ يعني ايه يا عم ابني نفسي ايه بتاعي يا عم فكك الموضوع كله بالفهلوة يا عم، انا اعرف حد اقل مني في الامكانيات واقل مني في 50,000 حاجة وعدى الناحية ده، انا عارف لك، انا مسستم اموري، انا مسستم، انت ما تعرفش الاحباط اللي جوايا، ما تعرفش المعاناه اللي انا بقى. انت لو تعرف كنت شفت لي الكلام. لا لا لا، عارفين واقل مننا بكتير امكانيات قدروا ان هم يوصلوا لمرحله متقدمه. طيب اول حاجه، انت مين؟ بناتي خليكم معايا يا صاحبي، اول حاجه انت مين؟ اشتغل عليها كويس قوي، واول ما توصل لمرحله انا بقيت شايف نفسي خلاص انا عرفت مني، عارفين انت نوصل لمرحله انا عرفت انا مين؟ لما لا نزايد على انفسنا، ما نزايدش على قدراتنا. حد فينا قبل كده اتعرض عليه حاجه وقال لا ما اقدرش، او ما يناسبنيش، او بعتذر، او لا، او اتعرض عليه حاجه قال دي تحت يعني اقدر اعملها، ونسبه التردد تقترب من الصفر، انا اقدر اعملها ينفع دي انا. لما تشوف نفسك من جوه بصدق تقدر توصل للكونسيبت، تقدر تأدي الاداء ده. طول ما في نسبة تردد معناها ان احنا تايهين، معناها ان احنا لسه الهوية بتاعتنا not concrete، مش واقف على حد صلب. طول ما في تردد معناه ان انا في اشياء كتيرة مش محسومة جوايا، مش واخد فيها قرار نهائي. ما يجيش حد بقى بعد المحاضرة زي ما بيحصل كل مرة يقول لي أحمد بس أنا عندي أهداف كتير، أبدأ من فين؟ هقول بقى دلوقتي ركز في الترتيب. أحمد بس أنا مشتت، بس علاج التشتت إن أنت بترتب أوراقك، تدي نفسك بهدوء. طيب أول دايرة من أنت، والإكسرسايز اشتغلنا عليه، تسأل مستشارك أو تسأل حد كبير ويدل لك. الدايرة التانية على طول، ما هي رؤيتك؟ دكتور السلام عليكم ورحمة الله، ازيك يا فندم؟ أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، شرف كبير حضورك يا فندم. الله يخلي حضرتك، شكرا دكتور، شكرا.
ايه اهلا بحضرتك منورنا في الكليه ويعني تعاون جميل ومجهود جميل طبعا من دكتور نجوى يعني حبيبتي ودكتوره عطيات ربنا يديهم الصحه والعافيه. شكرا جدا. ربنا يحفظك. احنا المحاضره الهويه الشخصيه المتكامله للطالب. طيب فاول دايره قلناها اللي هي من انت عمق الاكتشاف والاكسرسايز اللي احنا اتكلمنا عنه. الدايره الثانيه مباشره ما هي رؤيتك؟ احنا قلنا علمونا وثيقه الموت، وصيه الموت، ما علمناش وصيه الحياه. عايزين نشتغل على وصيه الحياه، وثيقه الحياه. خلصنا عمق الاكتشاف، نخش على رؤيتك ايه. كلمه رؤيتك ايه؟ مفيش حد ناجح استثمر حياته بشكل كامل وما عندوش ما يسمى بسنوات الفرص الضائعة أو الفرص الضائعة طول ما هو عنده رؤية. حضرتك بعد 10 سنين من النهارده هتبقي فين؟ الدول اللي ما عندهاش أي موارد غير رأس المال البشري زي اليابان وسنغافورة بيركزوا على الإجابة دي. أنت بعد 10 سنين هتبقي فين؟ رؤيتك ايه؟ طيب الرؤيه ليها تعريفين، واحد خطا واحد صح، واحد يودي في داهيه واحد هو ده المفروض يكون. التعريف اللي يودي في داهيه اللي للاسف منتشر بيقول لك ايه؟ الرؤيه تساوي ماذا في ظل هذه الامكانيات الحاليه اللي بين ايديك اين ستكوني بعد فتره؟ التعريف ده كارثي. ليه؟ التعريف الصحيح بيقول ماذا لو توفر لك كل شيء أين ستكوني بعد فترة؟ الرؤية حتى جاية من البصر، جاية من الرؤية. أنت شايفة نفسك فين؟ قدرة على الاستشراف. والرؤية هي حالة الحلم الكبير، هتكوني فين بعد فترة؟ طيب تخيلي كده أن حضرتك، معلش هنعمل تمرين صغير مع بعض، غمضوا عينيكم، ما تخموش، غمضوا عينيكم. لما غمضت عينيك شايف ايه؟ حد يقول كده هو شايف ايه؟ فتح عينيك، شفت ايه لما غمضت عينيك؟ صح؟ اسود صح؟ بلاك بلاك صح؟ بلاك. اللي مغمض عينيه هو بالظبط اللي ما عندوش رؤيه. يقعد يعمل كده، يقعد يعمل كده. الفرق بين اللي عنده رؤيه واللي ما عندوش رؤيه زي اللي مغمض عينيه واللي مفتح عينيه. رؤيه جايه من البصر، جايه من البصيره، البصر مع البصر، القدره على الاستشراف. حضرتك هتبقي فين بعد فتره؟ طب السؤال احمد، هو ليه لازم يبقى عندي رؤيه؟ ليه لازم ادور على السؤال ده؟ مره قلت لمراتي تعالي هدور عربيه ورايحين مشوار، انا جوايا ما فيش مشوار ولا حاجه بس بتمشى. واحنا ماشيين كده قالت لي ايوه يعني يمين ولا شمال؟ قلت لها يلا شمال. بعد شويه صنينه يمين ولا شمال؟ لا يمين. فافتكرت فيلم كرتون اسمه اليس في بلاد العجائب. اليس واقفه والارنب واقف. فاليس بتقول للارنب ايه؟ بتقول له الطريق ده يودي فين؟ قال لها انت عايز تروحي فين؟ قالت له لا انا مش عايز انا بسال بس. قال لها لو انت مش عارفه انت عايزه تروحي فين اي طريق يوصل. واحده تيجي تقول لي ايه؟ انا عايز اقدر في اللغه الانجليزيه توافقني؟ اقول لها السؤال نفسه غلط. هتعملي ايه؟ هتعملي ايه باللغه الانجليزيه؟ احمد انا اخش كليه تجاره، اخش فنون كذا، اخش اعمل كذا، اتفضل. السؤال نفسه غلط، لازم اربط الخطوه اللي انا بعملها برؤيتي وبرسالتي وباهدافي. طيب انتوا عارفين لو مفيش رؤيه ايه البديل؟ اي حاجه هتظهر في السكه تشغلني. اي حد يقول لي اي فكره هقول له يلا. اي حاجه تنفع يلا. ليه؟ ما انا اصلا مش عارف انا رايح فين. تخيل بقى لو انا عندي رؤيه محدده، أنا بعد 10 سنين من النهاردة هكون واحدة من أشهر مصممي الهوية البصرية في العالم العربي، وهاخد جوائز في كذا وكذا، علشان في الحالة دي هكون عندي حياتي. لما أقول لك رؤيتك
مش رياضتك المهنية ولا الوظيفية فقط ولا الشخصية فقط ولا الصحية فقط ولا الاجتماعية فقط ولا الأسرية فقط. لما بقولك رؤيتك بقولك تنتج كلك على بعضك، هتبقي فين بعد 10 سنين 5 سنين؟ تمام. طيب معنى كده ايه؟ معنى كده ان تهديدك لنفسك لازم يبقى عندك رؤية، حماية لعمرك لازم يبقى عندك رؤية. علشان وانت قاعدة في المحاضرة قدام الدكتور وهو بيكلمك في مادة معينة من المواد، عندك القدرة انك توظفي المادة دي، عندك القدرة انك تستخدمي المادة دي. هو انت ايه اسمها لك ايه؟ وانت مرة مركزة قوي ليه في المحاضرة كده؟ انا عندي رؤية بدأ ببنيها من دلوقتي. أيها مرة بس يعني فكك بقى، الراجل ده مثقيل والدكتور ده مثقيل، حتى لو ده مثقيل أنا الرؤية بتاعتي اللي هو عمري اللي أنا بستثمره عشان أوصل للرؤية دي، فطول ما مروا عينيها على مستقبل واضح دقيق محترم همته عالية الشغف متحقق، هتلاقي فرصة في كل صعوبة. طب لو مفيش رؤية هنلاقي صعوبة في كل فرصة. تاني، اللي عنده رؤية يلاقي فرصة في كل صعوبة، اللي ما عندوش رؤية بيلاقي صعوبة في كل فرصة. يتلكك، يسوف، يحط شماعات على الآخرين. طيب نفرض هو فعلا مظلوم والعالم كله ضده، هتلاقيه عمال يقاوح عشان يوصل للرؤية بتاعته، عمال يجتهد عشان يبني الصورة بتاعته. طيب اعمل الرؤية دي ازاي؟ لازم تظبطوا الدايرة الاولية اللي هو انا مين، اللي هو انا مين، عشان لما اشوف نفسي ابدأ بقى اشوف قصص الناجحين، اقرأ في قصص الناجحين، اقرأ في سير الناس اللي وصلت واقل مني امكانيات، اشوف فيديوهات واشوف افلام كاملة لناس التحدي عندهم عالي، ما عندوش دراعين وخد بطل عالم في السباحة، شلل كامل لسانه بس اللي شغال، واخد وورلد وايد وورد في الديزاين وفي الجرافيك ديزاين بلسانه بس. فدي تقول ايه ده، ايه ده، ايه الدلع اللي انا فيه ده، ده انا مصدعه وانشو ده من اللابتوب، الراجل ده مشغول شلل كامل وقدر يوصل. وابدأ ارسم الصورة اللي لازم اكون عليها. ساعتها ايه اللي يحصل؟ دكتور مصطفى محمود بيقول كلام جميل قوي، بيقول اللي عنده رؤية بيعمل حاجتين. أول حاجة بيترك ما يحب ويركز على ما يجب، ويترك ما يريد ويركز على ما يحتاج. أنا عايز عربية فراري، هذا ما أريده، بس هل أنا بحاجة إلى عربية فراري؟ طب جبت عربية فراري هقعد أدفع في قصتها طول عمري وأتحمل لغاية لما أموت ولسه. طب وبعدين هل استفدت منها؟ طيب لو جبت عربيه بسيطه هتأدي الغرض وتوصلني الشغل وترجعني، يبقى انا اشتغلت على ما احتاج. طيب انتوا هنا عندكم فرصه عظيمه جدا جدا ان انتوا في الوقت ده في السن ده. دكتوره نجوى هي بتحضر معايا المحاضره، واحمد عايزين نتكلم عن الهويه الشخصيه، الجانب التكنيكال يعني هم عندهم ثراء فيه، واحنا بس الحته اللي هي في هندسه الذات وفي بناء الهويه الشخصيه من الداخل. كويس انك تشتغل على ده من دلوقتي وانت لسه في الجامعه. طيب خلصنا الدائره الاولى، من انت عمق الاكتشاف، عملنا الاكسرسايز. الدائره الثانيه الرؤيه وانا هكون فين. الدائره الثالثه الرساله. صعب ان انا اتخيلني بدون رؤيه، واصعب اتخيلني بلا رساله. ايه الرساله؟ عارفين الكلمه المشهوره، لكن عندي رساله في الحياه. عندي فيديو على قناتي لو كتبته نقطه الارتكاز احمد حبيب هيطلع لكم فيديو بتكلم فيه على موضوع الرساله ده، بس باستفاضه شويه. نقطه الارتكاز، رسالتك، الرساله، ايه تعريف الرساله؟ الدور الكبير اللي بيبلع كل الادوار اللي انت بتقوم بيها. رسالتك ايه؟ ما هي رسالتك؟ عايز اقول لحضراتكم السؤال ده انا عملت فيه ورش مع عمر
وزراء وقعد على القناة، وعملته مع أطفال 14 سنة و 16 سنة، وعملته كل يعني من 4 أيام عملته في مسقط، من 8 أيام عملته في المغرب، من 12 يوم عملته في السعودية، والنهاردة بعمله معاكم في مصر. مفيش حد مش بحاجة إنه يبني رسالته، حتى لو وصل لمنصب كبير باعترافه هو شخصيا، ايوه انا محتاج يكون عندي رساله. قلت له يا فندم بس حضرتك هتحضر يعني انت راجل وزير؟ يقول لك ايوه انا محتاج يكون عندي رساله مدققه مكتوبه عايش عشانها. عارفين ليه؟ الكلمه المشهوره اللي هو انا عندي رساله في الحياه، هو ببساطه شديده تعريفها او معناها ان انا مش عايش، انا اسف استحملوني انتوا اخواتي الصغيرين يعني، انا مش عايش كالجماد او الحيوان او النبات، انا عايش كالانسان. دي الحاجه اللي ربنا سبحانه وتعالى ميزنا بيها. والايه في القران بتقول ايه؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا نعقل. مضت تحت كلمه نعقل دي، وربنا قال ايه؟ وفي انفسكم افلا تبصرون. تمام؟ ازاي بيتفتح عينك الصبح وتبدأي تنتبهي للحياة وتاخدي قرار ان تقومي على السرير عشان تخشي ال تاخدي شاور وتبدأي تلبسي وتنزلي وانت مش عارفة يومك ده علاقته بعمرك كله؟ تاني انت هنا بتعملي ايه؟ بدرس. تدرسي ايه؟ فنون تطبيقية. قسم ايه؟ قسم علاج. ليه؟ عشان اجيب تقدير كويس. ماليش دعوه بالتقدير، انت هنا ليه؟ علشان بس عشان اجيب تقدير بس، قالوا هلاقي شغل بعد التخرج بس، عشان لو لقيت شغل بقى ابطل كويس في المكان الاجتماعي ليه؟ علشان ابقى شخص مرموق وبرستيجبل وبتاع ليه؟ عشان لما اتجوز وعيالي يفخروا بيا ليه؟ عشان لما اكبر في السن وبتاعي ابقى جده يعني ليه؟ عشان ابقى موظفه مثاليه واترقى من جونيور لسينيور لدايركتور لليدر تكنيكال مانجر لكانتري مانجر لغير ليه؟ اقعد اسال نفسك ليه؟ ايوه كل ده ليه؟ ما هو هو كده يعني، ربنا جايبنا في الدنيا عشان يبقى في الاخر الاجابه هو كده؟ لا، هو اكيد في نقطه مهمه جدا بتقول ان حضرتك مطلوب منك تبقي نقطة خير لكل اللي حواليك، زائد بتتعلمي كل ده عشان تنفعي بيه اكبر قدر من الناس. سؤال، هو العلم هدف ولا اداة؟ كل اللي اشتغلوا على العلم ان هو هدف لبسه في الحيط. رحت استمتع بترقيه استاذ علينا في جامعه القاهره الى الاستاذيه، استاذ دكتور، فاللي بيناقشها بروفيسور عنده 85 سنه، فقلت لهم ارجوكم انا اروحوا استمتع عشان بس ادلل على نفسي كده، هو العلم هدف ولا اداه؟ فاحنا مروحين قال لي انا خدت الماجستير في الثمانينات، روعه هاي، وخدت اول دكتوراه في التسعينات، وخدت بعدها 5 دكتوراه، وبقيت استاذ وبدات بدي الاستاذيه من 2005. هاي رحت فاستاذنت ودخلت معاه البيت، لقيت الكتب داير داير في كل مكان. فقلت له طيب كان طالب علم عنده نفس المخزون المعرفي بتاع حضرتك من طلابك؟ قال لي انا درست وعملت كام طالب علم؟ ها 85 سنه دلوقتي، ايه الحصيله ووصلت لفين من حيث التاثير والانتشار انك تنقل هذا العلم العظيم لاكبر عدد من قال لي كان دكتور بشكل محدد ايه وايه. فقعدت نتناقش انا وهو في حته فكرة جميل جدا وحكيم جدا، وقال لي جيد قوي ان الطلاب ينتبهوا من دلوقتي لفكره العلم هدف ولا اداه. احنا ما نتعلمش علم علشان ناخد اللقب، نتعلم علم علشان نبقى احسن حد فيه. اتفضل يا فندم. عشان نبقى احسن حد فيه ونعلم ناس تانية تبقى أحسن من هنا فيه، وهكذا زكاة العلم ونقطة المعروف. طيب لو أنا سألت حضرتك، إحنا كان عندنا أول سؤال بيقول إيه؟ من أنت؟
تاني سؤال بيقول ايه؟ رؤيتك ايه؟ تالت سؤال بيقول ايه؟ رسالتك ايه؟ قبل ما نكمل بقى احنا فضلنا ثلاث اسئله. قبل ما نكمل الثلاث اسئله الباقيين، انتوا متخيلين حد ما عندوش اجابه على الثلاث حاجات دول؟ اهلا وسهلا بالسلام عليكم. شكرا بيك يا فندم. طيب قبل ما نكمل الثلاث اسئله اللي فاضيين، الثلاث اسئله الاولانيين لو حد يعني سؤال كده ايه في سلوكه ما تقولوش الدكتور تعمل عليه، لو حد ما عندوش إجابة على ثلاث أسئلة ده طبيعي؟ لا لا طبعا كارثة. طبعا ولا لا طبعا كارثة صح؟ طبعا. ده معناه كالذي يحرث بحرا. عارفين اللي بيحرث البحر اللي بيحصل؟ كل ما يعدي اللي يحصل ما يحصل ايه؟ تلم تاني صح؟ في الشاعر المتنبي قال كلمة جميلة قوي، قال ومتى يبلغ البنيان تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه. لو حضرتك عمالة المبنى عمال مبنى حياتك مبنى عمرك عمال يعدي والسنين بتعدي، ولكن أنا مش حاطط هدف ومش حاطط رسالة وعمال يقع مني حاجات، فما هيكتمل مش هيكتمل. نرجع تاني الدائرة الأولانية من أنت وعبر الاكتشاف، الدائرة الثانية الرؤية، الدائرة الثالثة رسالة، الدائرة الرابعة اللي هي إيه؟ الأهداف. مين فينا كاتب أهدافه؟ الأهداف ثلاث مستويات، قصير متوسط بعيد. مين كاتب أهدافه؟ ما ينفعش حد يعيش من غير هدف أساسي. بالظبط في أي حاجة لو ما تفتح علينا على كده، أول ما تفتح عيني يبدأ الهدف يشتغل. مش بس كده، الدكتورة جابت لي ملمح، ما حدش بيعيش من غير هدف سواء عارف او ما عارفش، حتى لو مش عارف بس في حاجه هي اللي خليت عنده هدف. السؤال كاتب اهدافك؟ صانع اهدافك؟ عارف كرة القدم يقول لك ايه؟ صانع الهدف. هل صنعت الهدف؟ طيب ايه مواصفات الهدف؟ لازم يكون سمارت، اس ها سمارت، ام ميجربل قابل للقياس، والتي تايمد وريليبل حقيقي. هل اهدافنا يتوفر فيها الصفات دي؟ الهدف اللي حضرتك كاتباه قابل للقياس؟ انا هعمل ده هيخلص يوم 1 ديسمبر. طيب هل ينفع احط هدف قصير مكان هدف متوسط؟ كارثه. هل ينفع احط هدف متوسط مكان هدف بعيد؟ كارثه. ايه تعريف الاهداف؟ الهدف القصير ما يجب فعله الان وما يتاخرش. الهدف المتوسط من الآن إلى 30 على حسب الرؤية، والهدف البعيد من الآن لغاية تحقيق الرؤية. لو رؤيتي 10 سنين يبقى الهدف البعيد بيوصل معاها، يقفل مع الرؤية مع 10 سنين. انتوا متخيلين احنا بقالنا تقريبا ساعة إلا ربع بنتكلم في ايه؟ حضرتك مشروع، انت بتعاملي نفسك معاملة المشروع، انت كيان، انت بنيان. اعظم مشروع تكنولوجي في العالم ايه؟ اكس بي اللي عمله بني آدم. أعظم مشروع معماري في العالم مين؟ اللي عمله بني آدم. أعظم مشروع هندسي مين؟ بني آدم. إذن البني آدم نفسه هو أصل، هو أصل المشروع. ولو ما تعاملتش مع نفسي معاملة المشروع زي ما قلنا من شوية، أي طريق يوصل. ما تقوليش بقى أنا لو جبت تقدير أروح فين؟ ما أنت فين أنت؟ ليه؟ فنون تطبيق ليه؟ عشان أجيب امتياز ليه؟ عشان أبقى أحسن ليه؟ لازم عندك المنظومة بتاعتك. هبعت لكم وورد فايل، الوورد فايل ده فيه 100 مربع فاضي كده تملوه. ايه ال 100 مربع دول؟ هيقول لك اسمك ايه؟ عايز الايقونة بتاعتك باسمها ايه؟ رؤيتك ايه؟ اهدافك ايه؟ رسالتك ايه؟ القيم ايه؟ هيسألك يقول لك الميزة بتاعتك، الميزة النسبية الشخصية، الميزة النسبية التنافسية الشخصية، القدرة التنافسية الشخصية، ماذا تقدم من افكار من حلول. تقعد تملا ال100 فايل، ايه الشهادات العلميه اللي عندك، ايه الشهادات العمليه اللي عندك، ايه الشهادات الاحترافيه اللي عندك، ايه المشاركات الاجتماعيه اللي عندك. تقعد تملا الملف ده. بعض الناس اللي مالوا الملف اتصدموا ايجابي. يعني ايه؟ انا في دكتوره في القياده
معاه دكتوراه في كليه من هارفارد وهي مسؤول كبير في احد دول مجلس التعاون. لما ملت الملف لقيت ان حياتها على مدار 30 سنه كتبت عناوين بس طلعوا 40 صح. قلت لها ما كنتش متخيله ان انا عامله الانجاز ده كله. جيد وصحي انك تشوف الانجاز بتاعك قدام عينيك. طيب فما هي اهدافك بقى؟ ما هو لو ما فيش اجابه هيبقى في اجابه تانية. احمد انا عايشه بلا اهداف. صح؟ ولو قلت العايشه بلا اهداف طب ذنب والدك ايه اللي عمال يسيب كل المصاريف؟ بتكلم بالبلدي بقى صح؟ طب ذنب الدكتور ايه اللي طلع العينيه معانا وعمال ينحر في قلبه ويقول لك اعمل واعمل واعمل؟ طب ذنب الحياه ايه اصلا؟ او ان لم تزد في الحياه شيئا كنت انت زائد على الحياه، صح؟ ان لم تزد في الحياه شيئا كنت انت زائد على الحياه. انا مش مستوعب حد مش كاتب وثيقة الحياة زي ما قلنا كده وفي الأهداف عارف أنا عندي هدف واحد واثنين وثلاثة مش متخيل. ليه؟ هو إحنا سايبين حياتنا للصدفة؟ يعني هل النجاح صدفة؟ كارثة لو إحنا بنتعامل مع النجاح باعتباره احتمالية. ينهر الصبح السبعة مليون بني آدم اللي على وجه الأرض اللي بيصحى كل يوم الصبح عايز ياكلوا ويشربوا ويلعبوا ويعملوا ويسكنوا ويبنوا ويناموا وحبة يموتوا وحبة يتولدوا وحبة يموتوا وحبة يتولدوا. السبعة مليار دول كلهم عايشين على فكرة الصدفة احتمال انجح. ده مش بس كده، اللي احنا بنعمل مصيبة اكتر. عارفين ايه؟ بنجيب الناس اللي نجحت بالفعل ونسفه من تعبهم. ازاي؟ محمد صلاح جاي من قرية بسيطة جدا بس لولا كرم ربنا. ما أكيد كرم ربنا، إحنا كلنا مبين والله. ما أكيد ربنا أكرم وربنا كريم وربنا كل حاجة. بس هل محمد صلاح تعب قليل؟ ما تعبش قليل. طلع عينه عشان يوصل للمستوى ده. طيب كده خلصنا السؤال الأول من عند الإكسرسايز. لو كتبتوا على يوتيوب الإنسان أعظم مشروع زي ما قلت لكم هتلاقوني أول 10 نتائج. أول نتيجة فيها الكلام كله عشان الناس جاية متأخرة يعني. طيب الدائرة الثانية هويتك ايه؟ الدائرة الثالثة رسالتك ايه؟ الدائرة الرابعة أهدافك ايه؟ الدائرة الخامسة أدواتك ايه؟ أدواتك في الحياة، أدوات حضرتك في الحياة ايه؟ الأدوات اللي انت معتمدة عليها؟ السؤال هو احنا بنركز في حصر الأدوات ولا بنركز في الشكوى من قلة الأدوات؟ كتير مننا مش مركز في ان هو يحصل ادواته، كتير مننا مركز في ان هو يشتكي من قله الادوات. حاجه كده تحس ان هي طالعه معانا واحنا صغيرين. انت اخبارك ايه؟ ناوي على ايه؟ تقدر تعمل ايه؟ ايه الممكن؟ ايه المتاح؟ فتبص تلاقيه يبدا كلامه والله كان نفسي اخش كليه كذا ما دخلتش، والله كان نفسي يحصل كذا ما حصلش، والله قلت لهم يدوني ما ادونيش، انا صاحبي ابوه فلان وانا ابويا مش فلان، انا صاحبي في البيئه الفلانيه وانا مش فلان. اول كلام. طب حاول تعد. رجل اعمال روسي مش هنسى كلمته ليا في دبي قال لي كلمه مش قادر انساها وبالنسبه لي كانت بوصله استفدت منها كتير. قال لي 2007 قال لي يا احمد ربنا مش هيفتح عليك بالاداه الجديده بالامكانيه الجديده الا لما ربنا يلاقيك استخدمت كل الادوات اللي معاك. عند اخر استثمار لاخر حاجه ربنا اداها يفتح لك الجديد. امتى ربنا ما يفتحش علينا بالجديد؟ في حاله واحده، ان اداك حاجه وانت لسه ما استخدمتهاش. فكره الاحترام القدر، احترام الادوات، احترام ان ربنا اداني، احترام ان انا اقدر، ان انا دايما اشتغل. ربنا لما قال لا يكلف الله نفسا الا اشكركم وسعها، وصف النفس وامكاناتها بالوسع. يعني الاصل في النفس ايه؟ السعه. الاصل في النفس الوسع. لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
يعني انت تستطيع اشياء كتير وتسعك اشياء اكتر اذا اردت. انا طالب في اكاديمية ناصر العسكرية في الدفاع الوطني مع زميلتي الاستاذ علياء، فعلمونا في اكاديمية ناصر حاجة جميلة قوي. قالوا ايه؟ قالوا الجدية تخلق مصداقية، حتى الجدية في التفاهة تخلق مصداقية. شفت عمو بيك عامل ازاي؟ شفت الواد بتاعه مش عارف عامل ازاي؟ خد بالك هو جد في التفاهة، هو ما بينامش الليل في التفاهة، هو شغال على نفسه جامد في التفاهة. واحد كسر كل قواعد النجاح، خد عيونه وكسب منها كرشه وصوته. يعني الصح ايه؟ خد عيوبك صلحها. دي كده قال لك انت انا مش هصلحها، انا هاخد كرشي وصوتي وشوف هعمل ايه. وعنده سنه وعنده مشاكل وامراض وقال لك انا كده جد. فخلق بجديته في التفاهه حاله مصداقيه عند الناس اللي عايزه تتجوز. صح؟ مش بس كده، انا بتكلم معاكم دلوقتي في بناء الهويه الشخصيه. لو اتقال حمو بيكا في الكلاس اللي جنبي، كم واحد هيكمل معانا؟ كم واحد هيروح هناك؟ شفتوا لغايه فين الدنيا محتاجه تتظبط؟ طيب اذا ما هي الادوات اللي في حياتك؟ واحد يقول لي انا دمي خفيف، اقول له هايل عملت بيه ايه؟ انا بلقطه وهي طايره، هايل عملت بيها ايه؟ انا ذكي ولماح، عظيم عملت بيها ايه؟ انا بص انا هادي وصامت ورزين وشخص تحليلي رائع، عملت بيه؟ انا في القراءه ناهم القراءه وعندي قدره على الخيال الابداعي، هادي عملت بيه؟ الشاعر بيقول كلمه جميله قوي، يقول لك ولم ارى في عيوب الناس عيب كنقص القادرين على التمام. هو قادر بس مش عارف يكمل الحاجه على بعضها. كنقص القادرين على التمام، تممها، خلصها، اقفلها، اظبطها. وبالتالي حبيبك النبي بيقول كلمه جميله قوي صلى الله عليه وسلم، يقول ايه؟ يقول ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. تاني كده، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. يعني على قد ما حضرتك هتشتغلي على المعلومة اللي جواكي وتطحنيها وتزكي بيها وتطلعيها وتنفذيها، ربنا يفتح لك باب علم تاني وباب علم تاني. طب كنزت العلم جوايا ومع السلامة بالشفاء، مفيش اللي بعده. بس العلم ده من اطهر الادوات. العلم هدف ولا اداه؟ اداه. خلاص اتفقنا النهارده العلم اداه، صح؟ عشان ننور بيه حياتنا لكن لو خدته هدف عمال اخد القاب 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 وبس. طيب بعد ما وصلنا لموضوع الادوات هنتقل معاكم ما هو الفرق بين الاهداف والادوات. طيب اخطر حاجه ممكن يقع فيها العقل ان هو ما يعرفش يفرق بين الاهداف والادوات. انت رحتي محطه مصر هتركبي قطر اسكندريه، فحطيت رجل في قطر اسكندريه فلقيت ان قطر اسكندريه اقل ضيافه واقل مستوى من قطر اسوان، وقطر اسوان ده جديد والتكييف فيه ممتاز وكل حاجه فيه هايله، فقررت ان انت ترجعي كده من قطر اسكندريه وتروحي تركبي قطر اسوان عشان هو قطر جميل ولطيف. والقطرين اتحركوا، قطر اسكندريه طلع وقطر اسوان طلع. فانا بقى قاعد في قطر اسوان مستمتع بقى، ايه النسكافيه الجامد ده ببلاش كمان والتكييف فل قوي قوي. وقطر اسكندريه قالوا عشق الاداه ونسي الهدف،
فأنى له أن يصر. صح؟ عشق الأدوات ده كارثة، عشق الأدوات ده مصيبة. أنا عايز يبقى عندي، عايز يبقى عندي، عايز يبقى عندي، لازم يبقى عندي. أنت عارفين مين اللي عنده إقبال على الأدوات اللي مش عارف عايز إيه؟ تلاقي قاعد كده عايز يقنع نفسه بقى ويقنع أهله إن هو بيذاكر، فكتاب هنا وملزمة هنا وتصوير هنا ولوحة هنا ومش عارف آلة حاسبة هنا، ما تعرفش يدخل ده مع ده، وريشة هنا وبتاع هنا، وحد أي حد يخش عليه بص أنا بذاكر. أيوة ماشي، وبعدين بقى جبت كام في المية في آخر السنة؟ واللي جاب امتياز وكان واحد قاعد مركز هي صفحتين ثلاثة عمال أنا عايز دول عشان خاطر أوصل، أنا عايز أوصل لكذا وعايز وعايز وعايز، هو محدد جدا 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 جدا, جداً، وعارف هو عايز إيه وعارف هو محتاج إيه. طيب أنا مش عايز أطول عليكم، لكن هعمل كده مختصر وملخص لكل اللي قلناه، وأقول لكم شوية تقالات كده في حياتنا لازم ننتبه ليها، وإن شاء الله ممكن نكمل الكلام ده، وهديكم رقمي على واتساب اكتبوا كده 015 50 49 5000، هتبعتي لي رسالة أرض مسافة واسم حضرتك، وأنا هبعت لك لينكات اللي احنا قلنا عليها دي كلها. أرت ديزاين، أرت مسافة ديزاين مسافة اسم حضرتك، صحيح يا دكتور؟ وهبعت لكم لينكات الكلام ده كله بالتفصيل، 015 50 49 5000. طيب بسرعة كده، احنا قلنا ايه النهاردة؟ احنا كان عنوان لقائي مع حضراتكم هو دردشة أكتر منها محاضرة، مهارات بناء الهوية الشخصية المتكاملة للطالب المتميز أو الناجح. هو حقيقة اللي احنا قلناه النهاردة ده كلنا محتاجينه، أنا أول واحد محتاجه. طيب قلنا أول حاجة لازم أبص على نفسي من الداخل واكتشف نفسي وأعمل إعادة اكتشاف، وخدنا التمرين الأفعال والأخطاء وتأثيراتها، كلمنا عن الرؤية وعلى الاستشراف لازم أكون شايف نفسي فين بعد فترة، كلمنا عن الرسالة إيه دور كبير اللي في حياتي لازم أركز فيه، كلمنا عن الـ 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 الأهداف قلنا قصير ومتوسط وبعيد، تكلمنا عن الأدوات، تكلمنا عن الفرق بين الأهداف والأدوات. طيب سريعا بقى كده ناخد كام إشارة نختم بها المحاضرة. أول حاجة فيروس الدنيا اللي تكلمنا عنه في بداية المحاضرة، الدنيا عشان ناس جاية جديدة عايزة مننا تسحب العمر من تحت رجلينا إزاي؟ عن طريق شوية فيروسات. ايه هما الفيروسات دي؟ واحد التسويف، اثنين انها تقنعك انك مش محتاج تتعلم اكتر من كده، ثلاثة ان انت احسن حد في الدنيا وبالتالي المفروض انت اللي تعلم الناس ما تاخدش منهم. وكتير من الفيروسات دي هبعت لكم فيديوهات في نفس الموضوع ده، فانتبه، عمرك رأس مالك، عمرك رأس مالك. نقطة رقم اثنين، دايما حديث النفس عندك انا عايز اعمل تصالح بين الداخل والخارج، بين الظاهر والباطن، بين القلب والقالب، بين المحتوى اللي جوايا وبين تعاملات الخارجية. ده يحصل ازاي؟ ده يحصل ان انا دايما عايز اكون انا، انا انا عايز اكون نفسي ما اكونش حد تاني، فابعد عن التقليد وابعد عن ان انا اكون نسخة من الاخرين. كلمة هوية ID Identification معناها المطابقة، يعني بصمتك انت في الحياة وانت على بعضك جوه وبره غير متكررة. بعد كده هنفرق معلومة تانية او نقطة تانية، نقطة تمحور اخرى، نفرق بين القدر والقدر، قدرك حاجة وقدرك حاجة تانية، اللي بيلمس السلكين دول مع بعض بيضربوا في وشه. ايه الفرق بين القدر والقدر؟ القدر هو قيمتك، انت عارفة ايه وبتقدمي ايه للناس، بتخدمي الناس ازاي، ده القدر. اما القدر طويل رفيع تخين قصير غني فقير ابن فلان ابن علان، ده اسمه القدر مش بتاعنا، احنا بنخلق اقدارنا مش بتاعتنا، صح؟
بس احنا اللي بنصنع قدرنا. القدر ده مش في ايدك، بس القدر ده في ايدك انت، اللي بتبني قدرك انت، انت اللي بتبني ميزانك انت. النقطة اللي بعد كده، أستاذ ليا قال لي كلمة جميلة قوي، قال لي لا يوجد مؤكد في الحياة إلا وجود الله، وأعلى درجة تأكيد بعد كده أن تختار من بين البدائل ما يجعلك لا تعاود النظر في البدائل الأخرى. تاني بالراحة، اوعك تلعبي في الحياة على أساس إن في حاجة مؤكدة، إن في حاجة مؤكدة تأكد مطلق. طب والحل؟ لازم كلنا يبقى عندنا صنعة كده وحرفة اسمها حرفة المعلومات. أنا عايزة معلومة أبني عليها قرار، أنا عايزة معلومة أخد عليها قرار. فقالوا إيه بقى؟ قالوا إن أحسن قرار هو المبني على المعلومات، وإن القرار المبني على المعلومة أحسن قرار مبني على معلومة، هو القرار اللي يخليني ما بصش في القرارات اللي بعد كده. وده يستلزم ان انا يكون عندي قوة في الحصول على المعلومة، قوة في تحليل المعلومة، رضا بان لما اختار حاجة خلاص ما بصش ورايا واشتغل عليها. النقطة اللي بعد كده، وانت بتصب كوباية البيبسي او السيفن او اي مياه غازية، بيحصل كده بقليل على وش الكوباية، صح؟ بقليل كده، صح؟ كلهم بيفرقعوا الا واحدة كده تقعد في رزينة في الاخر كده، كده في بقليلة كده فضلة على وش. اشمعنى دي ما فرقعتش؟ اشمعنى كله فرقع الا دي؟ قالوا كلمه حلوه قوي، قالوا ان دي الوحيده اللي تحملت الطرد من اسفل وتقبلت الضغط من اعلى. فعشان تبقي دايما في حاله اتزان لازم تبقي مرنه، لازم تبقي عندك جلد، وطالما انك عرفت طريقك فانت صابره انك توصلي في الطريق ده. النقطه اللي بعد كده، خدوا نية وانتوا خارجين من البيت كل يوم، انا جاي فنون تطبيقية اعمل ايه؟ مش بس اخد معلومة وامشي، عدوا معايا. واحد، احترامي للدكاترة واحترامي للأساتذة، ده ربنا بيبارك في عمرنا بسببه. انا عارف ان انا بقولش جديد، ده حاجة طبيعية وبديهية بس بذكركم بيها. اتنين، ان اي علم انا هاخده مقدس، اداة مقدسة، لازم احترم العلم. ربنا اديني نعمة العلم والتعلم، لازم احترم العلم. ثلاثة، فترة الجامعة للجامعة، بفرح قوي لما الاقي حد اشتغل من سنة ثالثة من سنة رابعة، وده معناه ان هو كان مركز من سنة اولى. فانت اشتغل على نفسك علشان تبقى قادر عندك مصدر دخل وعندك قدرة انك تشتغل في السوق. انا عارف ان معظمكم اصلا حاجة فخمة، انا حضرت معاكم المعرض اللي فات كان شيء مذهل جدا، انا متخصص ومش لاقي غلطة واحدة، فحاجة نفخر بيها يعني. النقطة اللي بعد كده، انك خلال فترة الجامعة ابني مجتمعك ما بعد الجامعة، اختاري اصدقائك، اختاري جلساتك، اختاري قعداتك، اختاري كلماتك، اختاري الناس المحيطين بيك. خمسة، جددي نشاطك الذهني دايما، اما بالسوشيال اكتيفيتيز او بانك تكوني مشاركة في اي حاجة فولنتيرز، عشان خاطر دايما تكوني حاضرة جوه الجامعة بذهن صافي وبذهن كويس. واخر حاجه اختم معاكم بيها، كم واحد استأمنك على يومك؟ ابوكي استأمنك على كل حاجه عملها معاكي، من اللبس، من الاكل، من الشرب، من الكتب، من المصاريف، من الدنيا. انا لما حضرت المعرض السنه اللي فاتت هنا، كان في اولياء الامور جايين مع الطلاب، انا كنت عايز اعيط. الاب ايه، كان في مشروع عن التمر او حاجه، فعمال يعزم علينا، يعني هو حاسس، الاب حاسس ان هو من فريق عمل بنته، ان هو ممبر في الفريق، من كتر ما هو عايز يحس ان هو انجيجد وجويند. فكان واحد يستأمنك على يومك هنا في الجامعه؟ هدي معايا واحد. اولا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا قال في القران سوره الاعراف، ينظر كيف تعملون، كيف تتكلم عن الجوده، ربنا عمال يبص علينا الكواليتي بتاعتنا عامله ازاي. وابوكي من بعد ربنا، أمك من بعد أبوكي، ما يش تحيز بعد الرجالة، أبوكي ثم أمي، تمام؟ وعميدة الكلية هي مسؤولة قدام ربنا عنك، فهي استأمنتك على وقتك، ورئيس القسم والدكتورة والمحاضرين والجميع.
معنى كده وانت خارجه من باب الجامعه في نهايه يومك لازم تشيك بتاعك عند ربنا قبل البشر ان انت كنت امينه مع والدك وامينه مع والدتك وامينه مع كل حد كان سبب او كان داعي ليكي داخل حرم الجامعه. ايه اللي يحصل ساعتها؟ نرجع لاول كلمه قلناها النهارده اللي هي تصبحي مقدره لذاتك، محترمه لذاتك. اعرف واحد بيقول لي ما اقدرش انام وانا مش محترم نفسي، راسي على المخده ما تظبطش وانا مش محترم نفسي. بقول له ازاي؟ يقول لي اكون اديت كل واحد حقه حقه. اسف على الاطاله وشكرا على حسن الاستماع.